راجح العجمي صلى الله يغفر له ويرحمه. شوف قصائده سبحان الله سخرها في الخير وكذا و... فبإذن الله تعالى أنه باب خير له حتى هو في القبر بإذن الله تمشي حسناته له. أنا أذكر واحد من الشباب كان يعني من المقصرين وكلنا والله مقصر، لكن رده الله عز وجل وتوجه، الله يثبتنا وياه آمين. هو ماشي في الطريق قال لأخويه، قال ما شاء الله أنت أول قصائدك كلها في الغرام ومن غرام، يقول سبحان لازم على ما قال يطرأ عليك شيء بيت عن التوبة وما أنت فيه. قال اصبر عليه شوي، هو مع الطريق قال اسمع هالبيتين، أعطاه كم بيت؟ قال إلى متى وحنا على الذم ماشين ونعصي الله كل لحظة وساعة، ما ندري إن الموت حين بعد حين ياخذ على واحد وياخذ جماعة، يا الله يا غافر ذنوب المصلين إني من محمد أنال الشفاعة. فتسخيره في الخير وفي الدعوة على طري الأساليب وعلى طري الدعوة ونشر الخير والأمور هذه كلها، ما في مثل فتح باب أمل للناس، وإنك ترى تعامل رب كريم رحيم. ترى بعض الناس آيس أو وصل مرحلة اليؤوس والقنوط من رحمة الله، مهما كانت ذنوبك عظيمة تراه ولا شيء عند رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يا أخواني لما نتأمل قصة السحرة مع فرعون دائما نقراها ونسمعها، الله عز وجل هالسحرة ذو لما جو وش يبغون السحرة؟ كانوا يبغون محاضرة ولا يبغون يبغون يتحدون، كان مقصدهم يتحدون نبي الله موسى ويلجمون حجة نبي الله حتى ينتظر عدو الله فرعون. شوف كيف الرغبة اللي جايين فيها السحرة. مع هذا كله لما رأوا الآيات واقتنعوا أن موسى نبي حق ودخل الإيمان في قلوبهم، ترى ما سجدوا لله من قبل ولا ركعوا ولا ذكروا الله ولا سووا شيء، لكن لما رأوا الآيات سووا خروا لله ساجدين. الله الله خلى ذكرهم بالقرآن، الله أكبر. فقالوا الفرعون تصلبنا ما تصلب، حنا آمنا. في النهار كانوا سحرة فجرة وفي الليل شهداء بررة. شوف فالمقصد مهما كان يعني أمرك بعيد عن الله والرسالة يعني كلنا والله نحتاجها، فلا تقرط من رحمة الله. وأختم يعني بقصة بسيطة واقعية. قبل فترة مريت واحد من الشباب أعرفه، رجل يعني بعيد عنكم راعي الأمور اللي يعني اللي أبتلى فيها بعض الشباب من مخدرات من ضياع، وكان سبحان الله وصل مرحلة إنه صدم في جدار خلاص طريق مسكر. فأول ما وقفت عنده والله يا إخوان هذا الكلام، أول ما نزل عرف إني بنصح، قال يا خالد الله يرحم والدينك لا تنصح ولا تتكلم. قلت أبدا جاي يسلم عليك يا رأي، بعضهم تجيه بالمرجلة، قلت ما تستحي أنت جاي يسلم عليك. قال هلا حياك الله، واسولف معه واسولف من سالفه لسالفه، قلت بالله ما هي بنصيحه بس سؤال، يا سلام انت ما تحب كلام الله؟ والله يا اخواني خنقت العبره، قال والله اني احب الله بس يا اخي صعب صعب ان الله يغفر لي، اعوذ. قال صعب، هو واصل مرحله الياس. قال طيب من اعظم انت على وضعك كنت مسلم على معاصيك ولا رجل أشرك بالله وسجد الصنم وكذا؟ قال لا أكيد اللي أشرك بالله. قال طيب الكافر لو يسلم هل يقبل الله منه؟ تلعثم. قلت الله عز وجل قالها في القرآن صريحة، قل للذين، قل يا محمد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه للذين كفروا، فما بالك أنت عاصي. الله عز وجل من أتاه يمشي يأتيه هرولة، من تقرب إليه شبر تقرب إليه ذراع، من تقرب إليه ذراع تقرب إليه باع. الله عز وجل بس قدم خطوة الله عز وجل يتكفل بجميع الخطوات ويأتي إليك برحمته سبحانه وتعالى. حنا نحتاج جميعا والله أن نتعرف على الله في كل شيء، نعرف الله عز وجل. ترتيلك الجميع جزاك الخير والله بركان، لا والله استرسل يا شيخ خالد. اللهم أمين. فعلا خير الموعظة كلام الله عز وجل. النتيجة كيف انضبط الرجل واهتدى وصار يعني مع الرجل هذا صار مع والله شوف الرجل هذا، جزاك الله خير محمد ان رجعتنا.